أول موقع معنا بزوم إن مناسب للمسوقين وصناع المحتوى، لأنه هو الخيار المجاني والأفضل للحصول على فويس أوفر بأكثر من 20 لغة وأكثر من نوع صوت. بس شو المميز فيه؟ يلي بيميز موقع ttcmaker.com هو خيار اللهجات المتاح فيه، يعني بحال اخترت اللغة العربية رح تقدر تحدد اللهجة العربية يلي بتفضلها. ومو بس هيك، كمان بتقدر تتحكم بسرعة القراءة، حجم الصوت ناعم ولا خشن، حتى مدة التوقف بين الجملة والثانية. كل هالخيارات والتفضيلات مجانية تماماً للتحميل وبأي صيغة صوت بتفضلها. خلونا نشوف هالتجربة السريعة يلي عملناها على موقع ttsmaker.com. شو بدك تشرب؟ شاي ولا قهوة؟